هي التحدي الأساسي اليوم في المنطقة، ومن واجبنا مواجهتها لأنها صفقة الباطل وتضييع الحقوق سماحة السيد حسن نصر الله. نحن هنا اليوم في هذا اللقاء يجب أن نغادر جميعاً حركات وأحزاباً وقوى سياسية وشخصيات ونخباً وجمعيات أهلية وجماهير وشعوباً وتجمعات زمن الهزيمة واليأس والإحباط والذل والهوان إلى غير رجعة، لنفتح صفحة جديدة من صفحات وجودنا نكتبها بماء الذهب المصفى التي ترتكز على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، التي لم تعد هذه المعادلة حاكمة على الأقطار بل تعدتها إلى المنطقة، حيث باتت الساحات ساحة موحدة الجميع يتخندق ويتموضع فيها. لذلك الحديث عن صفقة القرن هو حديث عن فرض شروط أمريكية، لأن هذه الصفقة هي من طرف واحد، وأن هذه الصفقة بدأوا بإجراءاتها، ونشاهد اليوم أكثر من 90% من هذه الصفقة أصبح قيد التنفيذ والإجراء، ولذلك هم يعملون لأجل ماذا؟ لأجل أن يفرضوا الشروط والإملاءات، ولأجل أن يقايضوا بهذه الصفقة بحفنة من الدولارات على فلسطين. فلسطين أيتها الأخوات أيها الأخوة الأعزاء، فلسطين هي للفلسطينيين، فلسطين لن نفرط بذرة تراب من فلسطين، فلسطين ستبقى فلسطين، والقدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وسنعمل على تحريرها من البحر إلى النهر، ولن نفرط بذرة تراب من فلسطين.